نفذت فتوغلت فسيطرت فبات الجميع أمام واقع مغاير ينكرونه علنا ويتغاضون عنه سرا إيران بعد أربعة عشر عاما من غزو العراق وسبع سنين مضنكة من الثورة السورية صارت اليوم صاحبة اليد الطولة برايات ميليشياتها الصفراء المنتشرة من بغداد شرقا حتى تخوم المتوسط غربا على مراى ومسمع الدول العظمى ومن بينها بريطانيا. ولان بريطانيا تجد نفسها المعنيه الاكبر بقضايا المنطقه استنادا لخلفيتها الاستعماريه اولت لمشهد الهيمنه الايرانيه على الشرق الاوسط اهتماما بسلطاتها الاربع فتكشف صحفها كالجارديان مثلا ما يتداول سرا في اروقه السياسه. صحيفة الجارديان اللندنية كشفت في آخر تقرير لها عن تعامي لندن وتغاضيها حيال التغلغل الإيراني في العراق لا سيما بعد سيطرة ميليشيا الحشد على كركوك والمناطق المتنازع عليها في البلاد الصحيفة نقلت عن توم هاري فورسايث المسؤول السابق في الحكومة البريطانية إن لندن حصلت على معلومات استخباراتية تؤكد توجه طهران لإنشاء ممر عبر العراق وسوريا إلى البحر الأبيض المتوسط ضمن خطة تعتبر على وفق فورسايث تجسيدا للحلم الامبراطوري الفارسي القديم فورسايث أكد أن ميليشيا الحشد شجعت بغداد على اتخاذ إجراءات عقابية ضد الأكراد بعد الاستفتاء بناء على أوامر إيرانية فضلا عن قيام هذه الميليشيات بتدمير المناطق السنية فيما كان الرد البريطاني هو الصمت محذرا من أن ما يجري الآن يعمل على زيادة الغضب الشديد لدى السنة لا سيما بعد عمليات التغيير الديمغرافي الأخيرة وبات الوضع الراهن أسوأ مما كان عليه قبل عام 2014 تحذير المسؤول البريطاني لم يكن الأول من نوعه لكنه اعاد للاذهان سؤالا ملحا كيف لايران ان تنصب نفسها شرطيا في المنطقه دون مساعده غربيه فكان احتلال العراق كما يرى كثيرون بمثابه المفتاح الذهبي للبوابه الشرقيه للعرب التي طالما كانت مغلقه في وجه ايران التوسعي